يا رب بقى يا رب تطلع شخصية جديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. شدي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اه شعرها ابيض جديدة. ازيك صحابي عاملين ايه؟ وشحتوني خالص من زمان ما شفتكوش. الله ايه ده؟ ايه ده؟ انت عارفة العرايس الجميلة دي بتاعت ايه؟ عارفاهم. بتاعت بين المفاجآت لول. الله. فاكر شفنا احنا عندنا كام شخصية؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. عندنا اربعة كبار وتلاتة صغيرين. ومعانا ورا ايه؟ علبة كبيرة مليانة. طب تعالوا نجيب الشخصيات دي هنا دلوقتي كده. هنبقى نرصصهم بعدين. شفتوا العلبة دي؟ ايه ده؟ ده مليانة، ده علبة مقفولة لسه، حتى عليها المشمع لسه ما اتشالش. اه يلا نفتحها بقى، انا هفتحها معاك يا سعد. ماشي. شفتي؟ استني كده اما نوري اصحابنا بس الشخصيات. الله. استني، هما كام شخصية؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. استني كده. واحد كام بيضة؟ ده 12 بيضة. الله 12، واحنا عندنا ست شخصيات. الشخصيات اهي تاني. استني كده لما نقرب. واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته. سته، يعني احنا عندنا كل شخصيه متكرره مرتين عشان احنا عندنا 12 بيضه، صح؟ طب يلا نفتح كده. يلا افتحي معايا وشوفي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ده دي ورقه صوره بس، انا كنت فاكرها حاجه تانية. وانا نطلع كده. استني بقى ثانيه واحده. الله، شلنا البلاستيك خلاص اللي عليها. وبقت كده كده. اه كلهم. الله شكلهم جميل قوي. طبعا احنا دي مقفولين برضو لسه، لازم نفتح دي عشان نعرف جواها ايه. انا هختار واحده. ماشي، ما انت اللي هتختاري ونفتح مع بعض. يلا استعدوا يا اصحابي عشان هنفتح البيت الجميل ده كله مع بعض. أيوة. ونشوف الشخصيات اللي جوه هتطلع زي اللي معانا دي ولا مختلفه. ماشي ماشي. طب يلا دلوقتي اختاري لنا اول بيضه. دي. ماشي، هاتي دي كده. هي جامده ولا ايه؟ هم واحد. واحد. وان. طب قبل ما افتحها، انت عارفه حافظه اغنيه الارقام؟ اه. طب يلا قولي كده. واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه عشره. الواحد واقف مظبوط، والاتنين بتبص عليه، والتلاتة بسنتين، والاربعة اتنين واتنين، والخمسة كحكة بسكر، والستة واقفة بسكر، والسبعة بصل فوق، والتمانية بصل تحت، والعشرة واحد وصفر. تسعة. والتسعة صايد جدو. قولي. لا، والتسعة صايد جدو. والعشرة واحد وصفر. شاطرة، سقفلك خالص، شطورة خالص. حافظها يا اصحابي، انتوا كمان احفظوا اغنية الارقام يا اصحابي. ايوه. طيب بصي، انا دلوقتي انا شلت الايه؟ الورقة بس اللي عليها ما فتحتهاش لسه، مستني لما كنت تخلصي. يلا يا اصحابي نبدا كده، نفتح نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الله، جميلة. ده لونه خالص، ده اصغر من التانيين كمان. ده انا فاكرها هتطلع كبيرة. يعني شفتي دي الصغيرة؟ الصورة دي. صورة جميلة قوي، هنشوفها دلوقتي. شفتي الصورة دي؟ تقريبا دي هي دي وهي صغيرة. ولا ايه؟ هي دي وهي. الله، ده حلوة قوي. استني كده، ده تحفة. شفتي عاملة ازاي؟ جميلة خالص. يعني احنا عندنا الكبيرة بتبقى قد كده، ودي دي وهي صغيرة شوية، ودي صغيرة خالص نونو لسه. الله، ده معقولة؟ يعني كلهم هيطلعوا نونو ولا ايه؟ أكيد طبعا. طبعا حطي دي كده، ودي خلاص فديت اهي يا أصحابي. أكيد. هنشوف، نقفل دي خلاص. ينفع أفتح دي أنا؟ حاضر، بس ثانية واحدة، ثانية واحدة. أقول لك على حاجة، اللي نخلصها نحطها مكانها؟ ماشي، استني مالها مش أهي، قفلتها، حطها مكانها هنا. تمام؟ وخلي دي معانا. استني بس أشوف دي الستر ولا صورة؟ دي صورة، هنبقى نخليها معانا دلوقتي. بس أنا عاجبني النونو الصغيرة دي قوي. وريني كده. دي مش عندي. ده واقفه، نونو واقفه بس شكل مختلف. الله، شكلها حلو قوي. حلو. الله، حلو قوي. مغمضه عينه ومفتحه عينه. بتغمس كده. شفتي دي قاعده، دي واقفه ازاي؟ ماشي، نحط دي هنا ودي جنبها. ده الصور بتاعتهم دي طالعه معاهم. دي جميله قوي. طب يلا افتحي لنا واحده كمان. استنى لما اقفل دي.
هتعمل مفتاح اشيل لك الورقه وبعدين افتح يا انت. هي الورقه صعبة. هي صعبه شويه، عايز حد يساعدنا في الورقه عشان هي بتبقى صعبه شويه. دايما بقول لماما او بابا يساعدوني. شاطره. نفتح دي. يا ترى العروسه اللي جواها هتبقى ايه؟ افتحيها كده بس خلي ايدك هنا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، وريني كده. الله، ده مختلفه. الله، الصوره بتاعتها دي شعرها بني، والله معناها شعرها رصاصي وشعرها بني، والتانيه شعرها لونه احمر. الصوره دي طلعت قبل كده، نفس الصوره دي طلعت قبل كده، مش مشكله الصوره. ايوه. طيب واللي كانت واقفه دي كمان، دي لون شعرها احمر برتقاني كده. برتقاني. يعني احنا الثلاثه الحمد لله الثلاثه مختلفين لغايه دلوقتي يا اصحابي. أيوة. بس اشكال جديده كتاكيت قوي. غير اللي عندنا الحمد لله. استني تشيل دي. ماشي، يلا افتح لك الورقه. افتح من هنا اسهل. من ايه؟ من هنا. خلاص اتعمل كده، استنى ما اكمل بس كده. فين اللي اهي؟ يلا قولي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ختم الغرفك عليها. شاطره. مختلفة برضه الحمد لله. قاعدة، هي قاعدة زي اللي فاتت برضه. صورة مكررة، مش مشكلة الصورة، بس أهم حاجة الشخصية الحمد لله إن هي مش مكررة. بصي دي زي اللي قاعدة برضه، بس شعرها مختلف والهدوم اللي هي لابسها مختلفة. الله، عندنا أربع شخصيات مختلفين الحمد لله. أيوة. ثواني بس ما توقعيش الشخصيات دي. ماشي؟ طلعها لك أنا، طلعها لك أنا. استنى من عندي. يعني إحنا كده عندنا كام شخصية؟ واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. طلعنا أربع شخصيات يا أصحابي. أيوة. طيب نطلع اللي بعدها ونشوف معانا إيه. يا رب تبقى مختلفة. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، هي مالها بتشش على كل إيه؟ عارفة. هم هي هتهرب يعني؟ هم مالهم عاملينها كتير لي كده. يلا. يلا افتح. افتحي انت. الحقي ده مختلفة خالص. الله، ده جديدة. مختلفة. لا مختلفة، ما جاتش قبل كده. اللي واقفين ما فيش حد شعره بينك كده. وريني كده؟ اهو. ما فيش الا واحدة اللي قاعدة شعرها بينك، ودي قاعدة، انما دي واقفة. بس واخدة بزازة اللي قاعدة. ما هم اللي قاعدين معاهم بزازات، دول كبروا شوية بقوا بيمشوا يعني. اللي هم واقفين دول بقوا بيمشوا. اللي قاعدين بيزحفوا. معانا واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. والصورة متكررة برضه، ايه الموضوع ده؟ يعني احنا عندنا استني كده متكررة. شفتي؟ أربع صور متكررين نفس الصورة أهم. يا ريت بقى دي كانت متكررة. ودي بقى اللي مش متكررة، خمسة دي. ليه؟ مش مشكلة الصورة، نفتح دي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفتح كده ونشوف يا أصحابي، استنى هي صعبة أوي. أهي فتحتها. تفتكروا هيبقى جواها ايه؟ يلا كده افتحي وشوفي. واحد. افتحي وشوفي بسرعة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. دي جاية من غير كيس، ده دي متكررة. بس الصورة بقى اللي هي دي، انت قلتي يا ليت تبقى متكررة، دي طلعت اهي اتكررت، دي الصورة دي متكررة، والشخصية كمان متكررة. طب بصي اللي متكررة خليها دايما كده قدام ايه، نفس الشخصية، عشان نبقى عارفين ان هي متكررة معانا. خلاص؟ ثانية واحدة، ثانية واحدة، هي دي بتاعت ايه؟ دي ليه اتنين بقى؟ ليه كده؟ ثانية واحدة، حطها كده، نقفلها، حطها مكانها. هات اما اقفلها لك، حطها مكانها. انا هحاول افتح واحدة على ما انت تخلص. طيب هات عشان صعب صعب، هات اما افتحها لك كده. عملنا ست بيضات، طلع خمس شخصيات وواحدة بس اللي متكررة، يبقوا ستة يعني. بسم الله. يا رب دي اللي مش متكررة. يا رب تبقى مش متكررة. يا رب. يلا افتحي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. جديدة. جديدة، دي جديدة، شخصية جديدة الحمد لله. الحمد لله. كبرت دي خالص. لون شعرها بينك زي دي، بس جايباه على جنب. بس بتمشي مش بينك قوي، مختلف. تصدقي شعرها ده فوشيا ودي اللي بينك. دي معاها بزازه. واقفه ومعاها بزازه فعلا. وهدومها الشورت اللي لابساه لونه اصفر. والصوره جديده. الصوره دي ما جاتش قبل كده يا اصحابي. يبقى احنا كده عندنا ثلاث صور. طيب. لا ما قلتيش شيلي دي بقى. حاضر. ثواني اما نعدلهم تاني. طلعي لي بيضه يلا بسرعه. حاضر بطلع اهو. انا عايزهم واقفين كده عشان اصحابنا يشوفوا احنا طلعنا ايه. كده وقعتيهم كلهم.
سيبيهم سيبيهم شويه، هبقى اطلع انا ممكن. ماشي. سيبيني اطلع انا. اوقف بس دول اهي، واحده اهي اتفضلي، حاولي تفتحيها. هنقفل دي يا اصحابي، خلاص كده انا اطلع انا عشان مفيش حاجه تقع. خلاص. انا فتحتها على فكره. طيب شاطره. دول كده، ودي احنا قلنا دي متكرره، ودي هتقعد كده، ودي هتقعد كده. يلا معانا ست شخصيات والسبعه متكرره. هي تكملها 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 تكملها. يلا افتحي. بسم الله الرحمن الرحيم. دي جديده ولا متكرره؟ متكرره. مش مشكله يا اصحابي. الصوره جديده. وريني كده الصوره. تصدقي الصوره جديده؟ الله حلوه قوي الصوره دي. طيب يعني هنا كده عندنا اربع صور مش متكررين. دي متكرره، نحطها جنب اختها هنا. استني بقى، ما انا قلت لك هيعينهم عشان مش حاجه تقع. نجيب دي كده. انا بيتهيألي خلاص السته الاساسيين. وقعت برضه، تصدقي وقعت. السته الاساسيين طلعوا، وكل اللي هيطلع بقى متكرر بعد كده ولا ايه؟ بيتهيألي هيطلع متكرر كله. طب استنى لما نفتح كده ونشوف. ها استني، فين الحته دي؟ اهي. شلنا دي، نفتح كده. يلا شيلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوره متكررة. ماشي. والشخصية جديدة. الحمد لله. الله، ده احنا ممكن يبقى عندنا أكتر من شخص، أكتر من ستة يعني ولا إيه؟ استني استني. ده وقعت. استنوا يا أصحابي ثانية واحدة. استنوا. كده الشخصية دي مش متكررة يا أصحابي. كده عندنا كام شخصية؟ سبع شخصيات مش متكررين، والتامنة متكررة. تلاتة أربعة طيب. خمسة ستة. سبعة. سبعة هنعدهم تاني دلوقتي. استني بقى اما نفتح دي كمان من هنا اهي. استني. ايوه يا رب تطلع جديدة. يا رب تطلع جديدة. ما اعرفش اللي واقفين واللي قاعدين. لا لا واقفين. تلاتة قاعدين وأربعة واقفين، يبقوا سبعة. يلا افتحي معايا بسرعة. استعد. واحد اتنين تلاتة. بسم الله الرحمن الرحيم. ده متكررة. واقفة اللي هي واقفة وبقها بزازة دي، بس اللي هي الأخرانية دي. متكررة بقى. والصورة متكررة كمان. والصورة متكررة. ماشي مش مشكلة. كده الاتنين الفاضيين مش متكررين. طب هاتي كده، حطي دي هنا عشان ما تقعش حاجة. واحدة وتشيل دي. يا ترى يا ترى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. استنوا يا أصحابي عشان دي شكلها هتبقى جاية صعبة في الآخر ولا إيه؟ اهي فتحت اهي. يا رب بقى، يا رب تطلع شخصية جديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. شدي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شعرها أبيض جديدة. وأنا زيزة برضه، بس شعرها أبيض، شكلها جميل قوي. هو في لونه شعرها أبيض؟ شعرها. أنا أول مرة أشوف لونه شعره أبيض. بيبقى عجوز. بس ده نشوف. لا وعاملة شعرها، عاملة كحك كده في شعرها وحاجات كده. هو في اصلا لون شعرها ابيض بتبقى تاخد بزازة. الصورة جديدة. الصورة جديدة تصدقي؟ بجد؟ حلوة قوي. شكلها حلو. جميلة تحفة. جميل. طب استني كده، يعني احنا عندنا كام شخصية مش متكررين؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. ثمانية صح؟ ثمانية. ده هيطلع زي ما انت قلتي والثمانية يطلعوا مش متكررين؟ ده هيبقى صح ولا ايه؟ انت عارفة ابن ايه؟ انا طب عارفه. طب شدي كده الاخرانيه، انا همسك لك دي كده بالراحه. لفيها لفيها وهي تطلع معاك. لفيها. ايوه كده. هيت. بسم الله الرحمن الرحيم. استنوا يا اصحابي لما نشوف هتطلع كلامها صح ولا ايه. يا رب تطلع جديده. انا هيبقى كلامي صح. الله اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب جديده. يا رب. بسم الله. ايه ده؟ متكررة. والصورة كمان متكررة، يعني انت صح. هاوي. انت صح. طب خدي بقى كده، حطي البيضة دي مكانها. يلا بس ونفتح دي. دي اللي هي دي شعرها ايه اللي هو فوشيا شوية ده، او بنتي معرفش اقول عليه ايه. فوشيا. استنوا يا اصحابي. يعني احنا عندنا ثمانية مش متكررين وأربعة بس هما اللي متكررين. استني بقى كده لما أقرب. تلاتة. لا أربعة، ما هي الرابعة أهي. الرابعة أهي قصدك. ثانية واحدة.
الله وعيدك كده. بصوا يا اصحابي، واحد اتنين تلاتة، التلاتة قاعدين، واللي واقفين كام؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، يبقى كلهم كام؟ تمانية. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية، واللي نايمين اللي هما متكررين واحد اتنين تلاتة أربعة، يعني احنا عندنا 12 عروسة، 8 منهم مش متكررين و4 اللي متكررين، صح كده؟ اه. شفتوا يا اصحابي، وقفنا الكبار شوية، بنات الكبار شوية جنبهم، بس طبعا في اكبر من كده اللي هم دول. الله، بصي ده واحد اتنين كبار خالص ازاي؟ يقف ورا هنا، تلاتة اربعة، اربعة اهي، خلي الرابعة تقف جنبهم هنا اهو. ماشي؟ ماشي. وشكلهم تحفة حلوة قوي. ايوه. والكروت اللي معانا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اللي مش متكررين، صح؟ اه. طب بقول لك ايه؟ تيجي نعد خمس عدات بسرعة؟ يلا يا اصحابي، نعد خمس عدات بسرعة ونضغط على لايك. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، كله يضغط لايك يا اصحابي بسرعة. ايوه. كله يضغط لايك. وكمان يا اصحابي ما تنسوش ان احنا بكره جايبين لهم ايه؟ لعبة جميلة. لعبة جميلة قوي قوي، فيديو جديد تحفة يعجبكم. عليها. مش هنقول لهم عليها؟ طب ما تيجي نقول لهم عليها وخلاص. لا، لازم تبقى مفاجأة، بلاش نحرق المفاجأة. طيب بلاش نحرق المفاجأة، بس احنا عايزينكم يا اصحابي تعملوا، كل حد يدخل يتفرج على الفيديو يعمل لايك على الفيديو ده. حتى لو مش بتتفرجوا مش معاكوا لايك، مش معاكوا قصدي تليفون، تعملوا لايك بقى. والله اعملوا لايك ازاي؟ على التلاجة؟ مش على التليفون او على الكمبيوتر؟ اعملوا على التلاجة؟ اعملوا لايك على التلاجة يا اصحابي. ما تنسوش يا اصحابي ان بكرة الفيديو الجميل اللي احنا قلنا عليه، وكمان تشتركوا معانا في القناة يا اصحابي، ما تنسوش. وكمان يلا باي. وكمان اللي يتفرج على الفيديو ده يبعته على الكمبيوتر او لكل اصحابكم، او اي فيديو او اي اللي ابعتوه لكل اصحابكم عشان يشوفوه يا اصحابي. أيوة. باي، مع السلامة، نستناكم بكرة ان شاء الله. باي. I love you.